بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء العاشر من الفصل الأول لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة نتكلم عن الأكتيفيتي دايجرام أو شكل النشاط أو دايجرام النشاط. نشوف مع بعض. بنقول يا جماعة هناخد دايجرام النشاط أو أكتيفيتي موديل أوف ذا أنسولين بامب بناءً على البرنامج اللي إحنا شفناه قبل كده، اللي هو الأنسولين بامب، اللي هو ضخ الأنسولين لمرضى السكر. هنطبق عليه على طول على نموذج النشاط اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. نقول مع بعض ان الاكتيفيتي موديل بيبتدي باساسيات رسم اساسيه، يعني خلي بالك هتنتهج نهج اساسي في الرسم. زي ايه؟ زي البدايه عباره عن دايره مغلقه زي ما انت شايف كده معايا، النهايه عباره عن دايرتين، واحده مغلقه وواحده مفتوحه زي ما انت شايف معايا يا جماعه. يبقى اذا في اساسيات في الرسم. اي اسماء موجوده عندك في النشاط، في النشاط اللي البرنامج هيقوم بيه، اي اسم يبقى في ايه؟ في شكل مستطيل. اي فعل يكون في شكل برضه مستطيل لكن حوافه بيضاويه زي ما انت شايف كده، الحواف هنا بيضاويه. اوكي؟ يبقى نقول مع بعض كده ان في اساسيات في الرسم لابد من انك انت تتبعها. البدايه والنهايه، البدايه عباره عن دايره مغلقه، النهايه دايرتين، واحده مغلقه واحده مفتوحه. اي اسم انت هتكتبه يتكتب في شكل مستطيل. اي فعل هيتم في شكل مستطيل لكن حوافه ايه؟ بيضاويه. جميل؟ طيب باقي حاجه، نموذج النشاط هيحكي عن ايه؟ هيحكي عن النشاط اللي بيتم جوه البرنامج او الانشطه التي تتم بالتتابع جوه البرنامج معايا، حتى يصل الى نهايه التنفيذ معايا. طب نشوف مع بعض واحده واحده كده. نقول ايه؟ نقول في الاكتيفيتي موديل الانسولين بومب احنا محتاجين اول حاجه سنسور حساس، مش كده؟ ليه؟ عشان يعرف كميه الشوجر اللي في الدم قد ايه. وبعد الحساس بقى ايه؟ ما يعرف بنعمل تحليل لقراءات هذا الحساس، انالايز، يعني نحلل القراءات بتاعته. ايه كمان؟ بتحليل القراءات بقدر اعرف البلاد شوجر، يعني كميه الشوجر في الدم قد ايه، صح ولا لا؟ جميل. خلي بالك من التتابع، الانشطه اللي بتتم، واحد اتنين تلاته، مش كده؟ نحسب بعد كده مين البلاد شوجر، عشان البلاد شوجر دوت اسم حطيناه في شكل مستطيل زي ما انت شايف. طيب العمليه اللي بعد كده بتتم ايه؟ كومبيوت انسولين. بنقدر ايه بقى؟ نعرف او نحسب الانسولين اللي المفروض ضخه في الدم قد ايه، وبناء على هذه الحسابات نبقى عندنا حاجه اسمها انسولين دوز، جرعه الانسولين اللي هي ايه؟ اللي هيتم ضخها، مش كده؟ هتضخ عن طريق مين؟ عن طريق البامب، فاكرين المايكرو بامب اللي احنا اتفقنا عليها؟ ايوه، هيتم ضخ الانسولين. طيب دخلنا جرعه الانسولين الايه؟ الانسولين اللي هي لوك دوز، تم ادخال جرعه الانسولين. ممكن الجرعه ديت ممكن تكون ناقصه شويه، مش كده؟ او زايده سنه. نقدر نحسب بقى كومبيوت انسولين من جديد عشان نشوف الجرعه الجديده هتكون عامله ازاي، شكلها عامل ازاي معايا، في فيدباك زي ما انت شايف. طيب حصل ان احنا ايه؟ حددنا جرعه الانسولين وتم ضخ الانسولين. بنعمل ايه بقى؟ بيتم اعطاء اوامر للبامب، اللي هي المايكرو بامب الصغيره ديت اللي هتضخ الانسولين فين؟ في الدم. طيب وبيعمل تجميع للبامب داتا، والبامب داتا عشان اسمه حطيناه في شكل مستطيل، مش كده؟ نقدر بعد كده بعد ما بنحدد البامب ذات الاوامر اللي هيتم تنفيذها بواسطه البامب، يحصل ايه بعد كده؟ ها، كنترول انسولين بامب. بنعمل ايه؟ بنتحكم فين؟ في مضخه الانسولين، وبتبدا الانسولين بامب تضخ الايه؟ الجرعه المحدده في الدم. اذا هذا هو النشاط البرنامج لابد انك تعمله في الاول، يبتدي وينتهي، لكن يعبر عن الانشطه التي هتتم جوه البرنامج. طبعا كل برنامج اكيد له الاكتيفيتي دايجرام بتاعه او الاكتيفيتي موديل بتاعه، مش كده؟ ليه؟ لان كل نشاط من الانشطه دي بتختلف من برنامج لبرنامج تاني، لكن احنا حبينا ندي المثال على الكيس ستادي لمين؟ للايه؟ للحاله اللي درسناها اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، اللي هي الانسولين بومب. معايا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.